لمناقشة هذا الموضوع ودوره في حياتنا نرحب بضيفتنا في الاستديو الدكتورة حنان بن خلوق، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات للريادة المستدامة. يا هلا ومرحب فيك، نورتينا. شكرا يا هلا، سعيد. اول شيء شال الاخضر الجميل بما ان اعادة التدوير والاستدامة نورتينا اكيد لهذا المساء. شكرا جزيلا. اول شيء نبى نعرف المشاهدين عن مفهوم إعادة التدوير، كيف من الممكن أن نحن نسويه في حياتنا اليومية؟ إعادة التدوير هو أصلاً من الهرم الثلاثي لأساسيات تقليص النفايات. عندنا أول شيء تقليل الاستهلاك، تقليل الاستهلاك ثم إعادة الاستخدام ثم إعادة التدوير. فبيجي يعني الخطوة الثالثة لتقليص عدد النفايات اللي هي طبعا تشكل خطر كبير. فإعادة التدوير إن هناك بعض المواد اللي ممكن تفرز من النفايات، عوض أن مثلا نحرقها أو أنه يتم دفنها، وهذا يضر بالبيئة ويضر بالأرض وبالنظام الإيكولوجي. فبعض المواد يتم إعادة تدويرها، يعني تتغير من شكلها الرئيسي إلى شكل ثاني. ثم بالتالي هذا يعني يقلل من الحاجة لمواد خام، يقلل من الحاجة للطاقة اللي مفروض نستخدمها لتحويل هذه المواد وإعادة تدويرها لتستخدم في صنع أشياء جديدة. صحيح، جميل جدا. طبعا كلنا نحب أن نكون في بيئة نظيفة ومستدامة وهذا هدف الجميع، سواء أنا ولا مروة ولا المجتمع بشكل كامل. صحيح. لكن كيف نوصل لهذا الهدف؟ شو الطرق اللي توصلنا لأننا نقدر نعيش في بيئة مستدامة ونظيفة؟ أنا أظن إحنا كلنا مسؤولين. يعني أول شيء إحنا، أنتوا عارفين كم ننتج إحنا كبشر؟ إحنا ننتج النفايات. يعني لو أعطيكم معلومة، يعني إحنا نحب أن نكون منافسين ونحب أن نكون نتفوق على الآخرين. صح. في إنتاج أشياء مفيدة، ولكن مع الأسف إحنا اليوم مثلا في دولة الإمارات، كسكان دولة الإمارات، إحنا ننتج متوسط ضعف ما ينتجه الأوروبيون مثلا. يعني كم تتوقعون أن كل فرد فينا ينتج من النفايات عزكم الله؟ سنويا؟ سنويا أو يوميا كل شخص. أنت أول. الصراحة كعرب يعني ما أعرف، ولكن كعرب يعني وايد. يوميا يمكن بين 4 كيلو 3 كيلو. تقريبا 3 كيلو. تخيلوا أن 3 كيلو كل فرد ينتج 3 كيلو، يعني تقريبا إذا أخذنا فقط مدينة أو إمارة من الإمارات اللي سكانها 3 مليون. نعم. فهذا تقريبا لكل شخص على مدار السنة. فعلا. يعني عندنا 1000 كيلو كل شخص ينتج من النفايات سنويا، فصار عندنا أكثر من 40 مليون طن من النفايات. فأول يعني هذه نسبة كبيرة وعدد كبير. صحيح. جدا. فإحنا المفروض أننا ننتبه يوميا في كل بيت كم ننتج من هذه النفايات، إيش الأشياء اللي مفروض نعيد استخدامها، والأشياء التي نفرض الحمد لله جهود الدولة في توفير البيئة، في توفير البنية التحتية. صحيح. في توفير آليات إعادة التدوير موجودة. لكن تظل المسؤولية عندنا أننا. صحيح. نعيد نفرز مسؤولية الأفراد نفسهم. بالطبع. مسؤولية الأفراد في البيوت والتعليم. مدارس اليوم أصبحوا يعلمون الأطفال من سن مبكرة عن مخاطر. صحيح. النفايات، فصار في وعي. فعلا. ونحتاج لوعي أكثر عشان تكون المسؤولية. فعلا. الفردية هي التي يعني تكون هي التي تسوق هذه التغييرات. صحيح. دكتورة حنان، يعني شهدنا العديد من المبادرات اللي هي مثلا فتاة في السوشيال ميديا تحول مثلا أحد أنواع النفايات إلى نباتات. إلى مثلا أشياء معاد تدويرها إلى. نعم. لوحات جميلة جدا. صحيح. مع ألوان جميلة جدا. ولكن كيف من الممكن أن نعزز هذا المفهوم وهذا الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير؟ طبعاً هناك مبادرات مجتمعية كثيرة، هناك مبادرات حكومية كمبادرة تدوير. نعم. مبادرة مستدام، هناك العديد من حتى في المدارس. أنا أرى مبادرات لتعليم الأطفال الفنون باستعمال أو إعادة استخدام مواد مستدامة. نعم. إحنا يعني قبل أسبوعين. نعم. كان معرض التدريب والتعليم، وقدمنا بعض الورشات من بعض الفنانين أو المعلمين اللي يعلمون الأطفال كيف يستخدمون بعض المواد اللي إعادة استخدامها ويصنعوا لوحات جميلة جميلة جدا. فإحنا مثل ما خبرتكم قبل، المفروض أن كل بيت يكون عنده
مسؤولية فردية. صحيح. يعلموا الأطفال أنه كيف نقلل، كيف نعيد استخدام. صحيح. يعني في قديماً كانت إعادة الاستخدام هي الأساس، أن فعلاً. الكل يعد يستخدم الملابس، يعطيهم لأحد يتبرع. صحيح. فيهم نشتري حتى الكتب المدرسية كانوا يتبادلونهم سنة. صحيح. عن سنة. فهذه أيضاً ولكن يوم أصبحوا أيضاً جهات التعليمية والتربوية يطبقونها دكتورة حنان في العديد من الأماكن، أيضاً حتى في الجمعيات في دبي للتوحد وأيضاً جمعية دبي. نعم. لأصحاب الهمم. صحيح. أيضاً يطبقونها ويعلمون الأطفال من نعومة أظفارهم كيف من ممكن أن نحن نسوي أشياء وألعاب من إعادة التدوير. نعم صحيح. من عبر أكيد المشروبات الغازية وعلب المشروبات. نعم. صحيح. الغازية. حتى هناك مثلاً بعض الدول أنها تحفز الناس أنهم يستردون الزجاجات مثلاً المشروبات الغازية. لما. نعم. يخلصون من الزجاجة يردونها في مكان معين ويأخذون عليها بعض يعني سنتات. إيه صحيح. فمثل هذه المبادرات بتشجع تحفز وبعدين بيصير هذا الموضوع سلوك. في الأول لأن التغيير صعب، في دائما هناك مقام التغيير، فجهود اللي سياسات وإجراءات. صحيح. اللي تشتغل عليها تعمل عليها الدولة لتعزيز. نعم. هذه السلوكيات والتربية في المدارس ثم يعني. صحيح. شوي شوي بتصير هذه أيضا حتى بالأكياس البلاستيكية. نعم. الآن. صح. موجودة. تعودنا. في البقالة أن الأشخاص يحكون عندهم شنطة في السوبر ماركت. صحيح. في الدولة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، علشان موضوع إعادة التدوير وأيضا البيئة المستدامة والحفاظ عليها. صحيح. وتقليل الاستهلاك، لأن الأساس. صحيح. هو إحنا أولا نقلل الاستهلاك. فعلا. ثانيا نعيد الاستخدام قد ما نقدر، ثالثا إعادة التدوير. نعم. فهي بهذا التسلسل إذا بدينا بمبدأ أن إحنا نحاول ونساهم ونتعلم ونعلم أطفالنا مثلا أن إحنا نقلل الاستهلاك، نستهلك. صحيح. فقط ما نحتاج. هي مراحل. هي نبدأ المرحلة الأولى تقليل. نعم. الاستهلاك. نعم. هي المرحلة الأولى والأساسية. فعلا. إذا قللنا الاستهلاك ما نحتاج أن إعادة التدوير، لأنه ما يكون عندنا إيش يعني. فعلا. وبيكون نتاجها أيضا محافظة. بالضبط. نعم. صحيح. ولأن أصلا لما يعني لما نعيد تدوير الأشياء المستخدمة، تخيلوا مثلا أن عندنا مادة خام ثم. نعم. نعيد لما نعيد استخدامها أو نعيد تدويرها تحتاج لصنع نفس المنتج. نعم. يحتاج لطاقة أقل. صحيح. فبالتالي تلوث أقل. صحيح. بالتالي استهلاك طاقة أقل، فهذا كله يعني ينصب في صنع. صحيح. هذه البيئة المستدامة وتقليص. فعلا. من استهلاك المواد اللي ممكن تضر بالبيئة، بالبحر. صحيح. بالهواء، بالأرض إلى غير ذلك. خاصة. صحيح. أن نحن بدولة الإمارات عندنا تحديات بيئية صعبة. صحيح. الحرارة، الجفاف، ندرة المياه، فإحنا أكثر من بلدان تانية مفروض أن إحنا يكون عندنا اهتمام أكثر وإلمام أكثر بهذه الأمور. بإذن الله. جميل. طبعاً مثل ما قلتوا أن التغيير هو أصعب شيء، وأكيد هذا التغيير يحتاج إلى بعض القوانين اللي من الممكن أنها تساعد في الموضوع هذا. وطبعاً سنة 2018 أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي في شأن إدارة المتكاملة للنفايات، وهو أول تشريع من نوعه على المستوى الاتحادي يشجع على إنشاء مصانع إعادة تدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير. ما أهمية هذه القرارات بأنها تصنع بيئة نظيفة وأيضا تساعد على الحد من وجود النفايات؟ طبعا إجراءات مثل هذه ومشاريع مثل هذه يعني منافعها ليست فقط على البيئة، وإنما تعزز الاقتصاد وتعزز تجذب استثمارات في هذا المجال، مجال جديد. صحيح. وتعزز أيضا مسيرة الاقتصاد الأخضر اللي كلنا نعرف أن دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا مهتمة بهذا الموضوع، بما أنها دائما تسعى طبعا سباقة وتسعى أنها تكون تنافسية وعندها معاهدات وعقود مع منظمات عالمية. صحيح. فتحتاج أنها تواكب هذا التغيير وتواكب هذه المسيرة نحو مستقبل مستدام ونحو تحقيق أهداف التنمية. صحيح. المستدامة العالمية. أكيد طبعاً. أكيد طبعاً. كل شكر لك دكتورة. صحيح. حنان بن خلوق المدير التنفيذي لشركة الاستشارات للريادة المستدامة على تواجدك معنا وعلى دعمك الدائم. شكراً لكم على الاستضافة. ألف عافية. الله يعافيك.